السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أخوكم المهندس أحمد جميل بدر، وفي فيديو جديد على قناة الدكتور رجب الشبراوي. احنا هنتكلم اليوم إن شاء الله بإذن الله في عجلة بسيطة جدا عن حاجة بتقابل الناس، ألا وهي نقص العناصر، نقص العنصر. يعني ناس أول ما ينقص العنصر معهم أو يظهر عرض لأعراض نقص العناصر على النبات، طبعا بيهرعوا على طول ان هم يحطوا سماد، وممكن يحطوا سماد وما يظهرش معاه اثر او كفاءه في الاسمده اللي بيحطها. طبعا احنا نقدر نقول في اربع نقاط، نفصلهم في اربع نقاط. وانت لما اول ما يظهر معاك نقص عنصر من العناصر على النبات او اكثر من عنصر على النبات، تحط في اعتبارك اربع نقط مهمين. اول نقطه، حضرتك ما بتحطش العنصر، وده للناس عارفه. رقم اتنين، بتحط العنصر او ما بكميات لا تفي بحاجة النبات او من مصدر مش كويس، فابدأ انت تأكد يقينا ان انت بتحط من مصدر او شركة سمعتها كويس، تمام. رقم تلاتة، ان انت عندك تضاد في العناصر وانت بتحط العنصر او السماد، لكن ما بيظهرش عندك او بيظهر نقصه، يبقى في تضاد عندك في العناصر، خدت بال حضرتك؟ فتاخد بالك جدا وتتاكد من موضوع التضاد ده. وفي جدول معمول وموجود على قناه الدكتور رجب ومتوفر على النت بصفه عامه لتضاد والتحفيز بين العناصر. اوكي؟ رقم اربعه، ان في طبعا عندك، ودي مشكله معظم الاراضي في الوطن العربي ومصر بصفه خاصه والاراضي العربيه بصفه عامه، يعني في مشكلة القلوية، الحموضة والقلوية، يعني معظم الأراضي في الوطن العربي قلوية. يعني إيه قلوية؟ يعني البي اتش بتاعها أعلى من 6.5 متعادل، عفوا 7.5 متعادل، بتبقى أعلى تخش في 8.5 في الأراضي الوطن العربي ومصر بصفة خاصة زي ما ذكرنا. فدي بتخليها يحصل مشاكل في امتصاص العناصر وترسيبها في التربة. طيب دي هتدخلنا النقطة سريعة كده بدون تمعن فيها. احنا طبعا قبل ما نذكر الحموضة والقلوية وعلاقتها بالعناصر، هنقول ان يا جماعة طبعا كلنا عارفين ان في عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى اللي هي كلها طبعا ضرورية للنبات، ولكن العناصر الكبرى بيتم امتصاصها بكميات اعلى، وفي كميات نقول متوسطة الكمية، وفي العناصر الصغرى طبعا بنستخدمها النبات ضرورية ولكن تستخدم بكميات أقل. ممتاز. التفصيلة دي علاقتها إيه بموضوع البي اتش؟ أقول لحضرتك إن في الأراضي القلوية، إن في العناصر اللي هي بتمتص بكميات أعلى اللي هي الفسفور والنيتروجين والبوتاسيوم، بتظهر او بيترسب الفسفور في حين القلويه، بيتم ترسيب الفسفور. اوكي؟ طيب في العناصر المتوسطه الكميه اللي بيحتاجها نبات بكميات متوسطه، نقدر نقول ان مفيش في اثناء القلويه مشاكل في امتصاصها يعني. اما بالنسبه للعناصر الصغرى، كل العناصر الصغرى لا يتم امتصاصها او بيتم ترسيبها في القلويه ما عدا عنصر عاق اسمه المولبدنم. المولبدنم. اوكي؟ كده خلصنا موضوع القلوية. طيب في الأراضي الحامضية على النقيض، مع فروق بسيطة، إن في الأراضي الحامضية نعم الفوسفور برضو لا يتم امتصاصه أو بيتم ترسيبه، يبقى الفوسفور في القلوية وفي الحموضة في مشكلة. أوكي؟ في العناصر المتوسطة بقى، دي اللي جديدة علينا، العناصر المتوسطة الكمية والنبات بيحتاجها بكميات متوسطة، هي الكالسيوم والمغنيسيوم. فلذلك اللي تظهر عنده مشكلة نقص المغنيسيوم أو الكالسيوم في أرضه، طبعا بيبقى دي بيدل إن الأرض حامضية. أوكي؟ طيب بالنسبة للعناصر الصغرى، طبعا احنا قلنا المولبدنم بيتم امتصاصه في القلوية، يبقى هو المولبدنم لا يتم امتصاصه في أثناء حامضية التربة لو كانت الأرض حامضية. طيب للتغلب على مشكلة القلوية، طبعا بنستخدم الحاجات المخلبة، يعني مثلا في الفسفور بنستخدم الداب، الماب، أوكي، المغنوم، دي بيتم امتصاصها او معموله بصوره تليق او تمتص او تستخدم مع القلوية التربه. اوكي؟
طيب بالنسبة للعناصر الصغرى بنستخدمها على صورة إيديتا أو بنرشها، أفضل شيء لرشها على صورة أحماض أمينية، مخلبة على أحماض أمينية أو كحوليات سكرية، سكريات كحولية، ودي طبعا تقنية موجودة وبدأت تنزل دلوقتي. دي أفضل الصور اللي يمتصها النبات، وبتكون رش أفضل كمان يعني. إنما الإيديتا والإيدها يا جماعة معمولة للتربة فقط فحسب، التربة بس معمولة للتربة، الإيديتا والإيدها. انما في ناس بتلجأ لرش الايديتا، نعم بتبقى بتخلي النبات يبذل جهد عشان يمتصها، ولكن النبات بيمتصها. فالافضل في رش العناصر الصغرى انها تكون يعني اما على احماض امينيه او سكريات كحوليه، دي بتبقى كويسه. فدي في عجاله بسيطه اربع اشياء نلخصهم، قلنا ان انت ما بتحطش العنصر، ودي للناس عارفاه ودارياه، ان سيادتك ما بتحط كميات لا تفي باحتياج النبات، فراجع كمياتك كويس وتكون متناسبه مع ارضك. رقم ثلاثه ان في تضاد وتحفيز بين العناصر، ودي طبعا معموله في جداول على النت وموجوده على قناه الدكتور تقدر تراجعها. رقم اربعه ان مشاكل الحموضه والقلويه، طبعا دي اللي ذكرناها مؤخرا. يا رب نكون افدناكم، مع تحيات اخوكم المهندس احمد جميل بدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.